لا حدا يحكي ولا كلمة، طولوا بالكم. ركشبوا أبوك، طعالوا شكلهم. هلا اللي عرفتي إنه طعالهم؟ راحت راحت راحت. يس، اسمعوني ياكم هلا، اسمعوني ركزوا معي كتير. أنا جاي معكم اليوم لأني محضركم مفاجأة كتير حلوة، مفاجأة أنتم منتظرينها من زمان. أنا قررت وبالتعاون معكم نعمل مقلب بأمكم نرد اعتبارنا فيه. الله أكبر الله أكبر. وأخيرا أنا جاهز مباشرة. اسمعوا معي وركزوا شلون الخطة رح تصير. ما بدي عيد بأنه منبلش على الشكل التالي. خلصنا بقى انت ويا زوقوا عدمكم. قولك زوقوا عدمكم، خرب بيتكم من حالكم. اوف شو بك؟ ليش عم تعيطي؟ انا بعرف طول الشارع كله طعال نظامي، كل واحد حد بتقي نعبي وجهه ماسك كيس. عطوني دروس عطوني دروس عطوني سكاكر. انا حسيت حالي داخل على حاله رعب مو حارتي. العالم طعال اكيد. اوف انت كمان صار معك هيك؟ لك حتى انا لما جيت من تحت هلا الولاد كلياتهم اتلموا حوالي هيك وماسكين كياس، شي بده سكاكر، شي بده شي حلو، شي بده مصاري. انا تبكت مسكت دقيت على التحسين عم بساله ايش القصه؟ قال لي اليوم عيد المجانين. نعم عيد شو؟ لا لا ما حزرتم، انا اصلا ما بعطي عيديه غير عيد الصغير وعيد الكبير. قال عيد مجانين كله عم خوف بعضه. بعدين منو بتعطوا لي في هذا العيد اول مره بسمع؟ لما هذا العيد كل العالم بتخوف بعضها، كل العالم بتقلب مجانين. انت اذا شفتي حدا طلب منك مصاري اعطيه معلش. روح انت بدك تجنني، انا ما بدفع عيديه غير عيد كبير وعيد صغير وبس. قال عيد مجانين مصاري ما في. طريقه تشتيح جديده يعني هاي؟ خلص معناها بس طلبوا بعطيهم انت شي دروبوس، ولا اذا في معك شي حلو اعطيهم اياه. طب انت بتحكي من كل عقلك؟ انا رايحه لجوا، لا في سكاكه ولا في بطيخ، ناقصني عيد مجانين. قال عيد مجانين. راحت؟ راحت. اي والله ما شفت شي لسه، طول بالك. لك صعيب عبدا، انا من وقت ما جيت هلا ما شفت الاولاد. وينهم؟ شفتهم شي انت؟ ابو عبدا؟ ابو بطيخ؟ لك ابو زفت؟ ما عبرت هي؟ لا اليوم كلياتهم متغير امورهم، انا ما بفهم شي منهم. طعالهم اكيد، بدها تقوم لايامي، اذا ما قامت لايامي بكره انا ما بعرف شي منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، طفت الكهرباء؟ ابو عبدة ابو عبدة هات لك شمعة وتعال، هات لك شمعة وتعال. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش قطع الكهرباء الله ما لها بالوقت. الله وحده ابو عبدة، خرب بيته من حاله ما عبرت. هات على النبس يعني، ولك ابو زفت. بالك ابو عبدة، بالك هدي هدي هدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ابو عبدة وينك؟ والله احد. مين ولد؟ ابو عبدة ابو عبدة لك ليش ما عم ترد؟ شو عم بصير اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين هذا؟ انت ابو عبدة؟ والله احد، قل والله احد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في حدا هون؟ لا انا عم بتهيألي، لا انا عم بتهيألي كثير شغلات. قلش بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبدة ابو عبدة انت هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبدة ابو عبدة لا اله الا الله، مين طبع الباب؟ مين طبع؟ في حدا عم بيلعب معي انا كي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايش عم بصير اليوم؟
ام عبادة قولي نفقتها يمكن ها قولك ما عبت في بابا امي ها اش نعمل طوبكم انا رايدة شكلها ما راح تصحى غير هاي الطريقة رايح اغسلها امي امي خوفتين عليكي ولو الله يسامحك امي ام عبادة والله ما دخلني احي فكرتوا انه ورطوني ها ولو انتوا بدكم تجلطوني انتوا بتكون تموتوني كنت رحت فيه يخرب بيتكم من حقكم كلكم تعبرتوا علي ام عبادة قلت لك انا والله ما دخلني هاي فكرتهم انهم ورطوني والله فكرتهم بسيطه هي متواجه عليها لحاول تطلب لك بعد ما ورطنا امي يلا منيح الحمد لله مرقت على خير يعني انت منيح ما وصلتي معنا للاخير الساعه كنا محضرين لك شغلات كنتي متي فيهم بشرط لا سمح الله يعني بيت الشر طبعا منيح ما وصلت الاخير ليش ايش مجهزين الساعه كمان لحظه استنوا انا كنت عم بهرب نازل على الدرج كان في واحد بيحاوني خبطت بوكس راح قلب على قفاه مين هاد مين؟ اللي وقع على ايده انكسرت ايده صاير وين؟ لا تاكلي هموال، ابننا عم تحسين خالص. ابننا عم تحسين كمان شارك معكم؟ قولي طفت كهرباء، دحمورت ومقلام، ليش رجعت طفيت؟ قولي حدا يفهمني، مورت ومقلام اكلتيها يا ام عبادة، هلا تعبتي ام تحسين انهبلتي مثلهم كمان بس شلون عملتيها تحتك الالاء شم ريحه لانه انا ولك عبد حسين انت كميه الغلاظه اللي عندك مستحيل تقعدي تصيري بترعبي ولك العين تطرقك الطراقه تطرقك تخلي والله يلحق ما عليك الحق علينا بدنا نعمل لك جو لا روحنا تكلفنا واشترينا لا هذا القناع كمان العين تطرقك حطينا حقه عليك الحسبان مين هاد كمان على فكره انا دخلت الدور عندي اكثر من دخلته ولك مين هاد مو انتو خلصتوا انتو كمان بنلعب يطلعوا هدول والله ما بنعرف امي نحن ما خافين عليك اصلا اكثر من هيك مين هاد؟ ما بعرف مين هاد؟ مين هاد يعني؟ فهمونا لحظة استنوا ليقوم صار الحقيقة قولي دخيلكم عن اذنكم هربوا استنوا وين رايحين قولي والله وطعت مالح قليل يا ابو تحسين قلتلو تضحك عليهم كلياتو والله طلع حقه للقناع هنشوف ايش طيب خيم بالبراد